نجتمع اليوم ضمن أشغال دورة أكتوبر 2024 التي تشكل فرصة ملائمة لتقييم عملنا الجماعي، وهي كذلك مناسبة لمناقشة مختلف الرهانات والتحديات والقضايا الحيوية التي تهم حاضر جماعة أكادير ومستقبلها، خاصة وأن اعتزازنا الجماعي بالانتماء لهذه المدينة ورغبتنا المشتركة في تهيئة الظروف المواتية للرقي بها إلى مصاف المدن التي تواكب المتغيرات العالمية يفرض علينا اليوم أغلبية ومعارضة تكثيف الجهود والعمل المشترك لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، وخاصة أن مدينة أكادير مقبلة في الشهور والسنوات القادمة على احتضان مجموعة من المواعيد المستقبلية على غرار كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي مواعيد كبرى تحظى بتتبع شخصي من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونستعد لها بإطلاق وتنزيل مجموعة من الأوراش والمشاريع المهيكلة، حيث ستساهم لا محالة في تعزيز وتطوير البنيات التحتية الأساسية للمدينة، كما ستشكل استثمارات مهمة للحاضر والمستقبل، وستحسن ظروف عيش الساكنة وتعزز جمالية المدينة.